ست مرات ومنهم واحده اللي سجل منها الهدف، ودي كانت نقطه مهمه. صلاح امبارح قدر انه يشكل جبهه كويسه عن طريق التحول من 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 الطرف للعمق، وده خلاه يبقى الرقابه شويه عليه بسيطه وسهله، غير نيجيريا كان طول الوقت في وسط اثنين مدافعين. شفنا اللقطه اللي جاب منها الهدف ازاي سارق خط الدفاع كله موجود، قدر يلاقي المساحه اللي يتمركز فيها لما استلم الكوره وسجل هدف، وقبليها اتكررت دي في الشوط الاول كمان تحديدا في كورتين انقذهم الحارس كان صلاح برده، قدر يلاقي المساحه لنفسه. ليه بيلاقي المساحه دي؟ لانه جاي من بره لجوه، تحركه من الطرف للعمق بيعمل خلخله لخط الدفاع مع وجود مهاجم اساسي بياخد الانظار المدافعين، فده يخلي صلاح يلاقي المساحه ويتحرك فيها. ده ما كانش بيحصل في مباراه نيجيريا، انه كان دايما طول الوقت واقف ظهره المرمى المنافس مع الاثنين قلبي دفاع منتخب نيجيريا، فده كان بيسبب له مشكله، هو ما بيتحركش، لازم يستلم من الثبات، مش جاي من حركه، وطول الوقت متمركز واقف، ودي اسهل حاجه للمدافعين ان هم يلاقوا مهاجم بالشكل. طيب ده هاخدك لنقطه مهمه جدا وهي دور عبد الله السعيد في اللقاء. شفنا عبد الله السعيد اداؤه في الشوط الاول كان نقدر نقول هو محور لعب المنتخب المصري، تمريرات اكثر التمريرات بتكون ليه، وهو بيعمل التحول من ناحيه اليمين ناحيه الشمال ناحيه اليمين والعكس صحيح في بعض الاحيان. هل دور عبد الله السعيد كان واضح وصريح في المباراه وقدر ان هو يحققه بشكل جيد ولا لا؟ لا ما قدرش يحققه بشكل جيد الحقيقه، على مستوى التمرير والاستلام والتسلم عبد الله كان موجود وليه ارقام واضحه ومؤثره، على مستوى صناعه اللعب عبد الله ما كانش ليه اي ايجابيه تذكر. عبد الله لم يصنع ولا فرصه، عبد الله عنده خمس تمريرات طويله حاول يطلع بيهم الاطراف، منهم واحده بس اللي صح واربعه مش منضبطين. عبد الله عنده محاوله واحده على المرمى في اتجاه المرمى واتعمل لها بلوك او اصطدمت باقرب مدافع او اول مدافع ليها. فالحقيقه عبد الله لم يشكل خطوره كافيه. عبد الله كمان استلاماته الكرة اغلبها عند خط المنتصف في الناحيه الشمال قبل وبعد خط المنتصف، لكنه ما استلمش في الثلث الاخير، ما ظهرش وما وصلش للثلث الاخير وقدر انه يصنع الفرص من اخر الملعب. ده ما حصلش كل ده، المنطقه اللي زي ما كنت بقول لك السوليه وصل لها عبد الله طوال 60 دقيقه لعب شارك فيهم في المباراه ما وصلش للمكان ده خالص، ودي كانت واحده من مشاكل عبد الله السعيد امبارح. طيب نرجع تاني للمباراه ودور عمرو السوليه في المباراه. انت يعني كنا شايفين عمرو السوليه اداؤه في المباراه جيد الى حد ما، قدر ان هو يساعد في احراز الهدف، لكن كان دايما في بطء في ارتداد عمرو السوليه من التحول الهجومي المنتخب مصر للتحول الدفاعي، ودي الكره اللي جبنا الهدف اللي استاذ بيها. مظبوط. هل عمرو السوليه مش جاهز بدنيا؟ عمرو راجع من اصابه طبعا بقالها فتره اثرت عليه، يعني خارج من كاس العرب مجهد ومرهق، اول مباراه مع النادي الاهلي بعد كاس العرب بيصاب في الاحماء وبيغيب من وقتها ويرجع بس في المباراه دي اول مره، فهو لم يتلقى جرعات تدريبيه كافيه بقاله فتره طويله من الشهر اللي فات، فبالتاكيد ده اثر على مردوده البدني، ودي كانت المشكله الاساسيه اللي بتواجهه امبارح. كمان انه لعب في مركزين اثناء اللقاء، يعني عمرو السوليه في الشوط الاول وبعض من الشوط الثاني كان بيتواجد في مركز سته اللي هو مركز لاعب الارتكاز الصريح. تمام. فده خلاه يبذل مجهود بدني برضو الى حد ما في قطع الكرات واستخلاصها، لان النني وعبد الله السعيد ما كانوش بيساعدوه بالقدر الكافي. تمام. بعد التغييرات عمرو لعب في مركز 8 وده كان يتطلب منه التواجد في اماكن هجوميه او اماكن متقدمه الملعب وقت اكبر، فبالتالي بعد كل ما اقوله لك ده كان وضع طبيعي ان ارتداده الدفاعي يتاثر، وده اللي شفناه الموقف الدفاعي اللي عمر كمال تواجد فيه لوحده على لاعب او اثنين من منتخب غينيا بيساو بدون مسانده كافيه، ونتيجه عدم ارتداد عمرو السوليه في التوقيت المناسب. طيب